في القاهرة أعلنت وزارة الداخلية ضبط 9 عناصر منتمية لتنظيم الإخوان الإرهابي ومتورطة في الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة. للمزيد من المتابعة معنا هاتفيا سيادة اللواء علاء بازيد مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية. سيادة اللواء أهلا بك، يعني ما هي الاستراتيجية التي يجب أن تتبع والتي تقوم يعني القوات المسلحة والشرطة باتباعها لمزيد من الحصول على العمليات الاستباقية بين حين وآخر؟ هو بداية احنا بنبعث بتحية إجلال لأرواح شهدائنا الأبرار وتحية تقدير لجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة اللي قدرت بفضل الله وبجهود رجالها على إجهاض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية اللي بتستهدف إشاعة الفوضى وتقود على عامل الاستقرار الأمني وبتستهدف أيضا عرقلة عجلة التنمية والقيام بهذه العمليات. أخيرا تم الحمد لله رصد مخطط لهذه الجماعة بيستهدف تصعيد عملياته ضد القوات المسلحة والمنشآت الهامة دينية وحيوية اللي هو تنظيم ما يسمى لواء الصخرة، وكان مسؤول عن ارتكاب عديد من العمليات الإرهابية سابقا منها استشهاد العميد عادل رجائي. بواسطة طبعا بملاحقة تلك العناصر تم استهداف شقة سكنية بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة. الشقة السكنية كانت بتستخدم وكر لعقد اللقاءات التنظيمية لهذه الجماعة وتصنيع العبوات الناسفة، وبعدين تم بفضل الله جدا وبجهود الرجال ومعلومات القوات الرجال الأمن الوطني ومحل مداهمة القوات بعد تقنين الإجراءات للوكر الإرهابي فوجئت بإطلاق أعيرة نيرية بكثافة شديدة تجاهها، وبعدين تم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مسرع ثلاثة من العناصر الإرهابية المطلوبة والهاربة واللي صدر بشأنها أحكام جنائية. وبعدين أكدت نتائج الفحص طبعا ارتباط العناصر دي ببعض قيادات التنظيم بالخارج اللي موجودين في قطر وتركيا للأسف. ووزارة الداخلية طبعا احنا يعني بدوسني على جهودها وبنشكر رجالها من ضباط ومن أفراد ومن جنود وكذلك القوات المسلحة، وبيؤكدوا على مواصلة جهودهم إن شاء الله لحماية الشعب وإجهاض كافة المخططات اللي بترمي لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد إن شاء الله. نعم، طيب سيادة اللواء، يعني المعلومات هي أساس كل عملية استباقية تحدث بين حين وآخر للقوات المسلحة أو الشرطة. كيف ترى دور أجهزة الاستخبارات في الحصول على هذه المعلومات لإنقاذ بعض مؤسسات الدولة والحصول على عمليات استباقية لإنجاح هذه العمليات؟ الحمد لله إحنا عندنا أجهزة يعني بتعمل فوق الخيال، جهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني وامن الدوله سابقا في عز ما كان بيحصل في احداث ما بعد 25 يناير 2011 كانت الاجهزه بتشتغل في صمت وكانت بترصد، كان مستهدف مصر بالذات، مستهدف اسقاط الدوله المصريه عن طريق هذه العمليات الارهابيه وعن طريق زرع الجماعه الارهابيه لاعتلاء سده الحكم في مصر. والمعلومات دي طبعا ان بتبقى حريصه الاجهزه عندنا على توفير رصيد متجدد من المعلومات، والمعلومات دي ما بتجيلناش الا عن طريق هذه الاجهزه بالاضافه لتعاون المواطنين، ولذلك مطلوب من اجهزه الاعلام ان احنا نعلي الحس الوطني لدى المواطنين والحس الوطني والامني والارتقاء بالانتماء عن طريق ان اللي عنده اي معلومه لا يبخل بها ان هو يبلغها للشرطه او للجيش، وطبعا المعلومه بيتم فحصها وتدقيقها والتحري عنها، مش مجرد المعلومه بيشتغلوا عليها، بتعمل تحليلها ولها اجراءات اخرى. بس ودلوقتي احنا بصدد كمان عشان الكل يبقى عارف
استنى قانون لكل اللي هو من يحضر اللي هو اللي هو الخلايا الحاضنه الخلايا الارهابيه، لان في البعض للاسف الشديد بعض اللي هم اصحاب العقارات وبعض الناس اللي هو بيبقى شعورهم سلبي بيعرف المعلومه وبيبخل بيها. لما دلوقتي اي حد بيتم ضبطه وبيرشد انه كان مختبئ في مكان ما، هذا الشخص بيكون بيخش شريك في هذه العمليه، ده مقتضى القانون الجديد لازم يكون يبقى عارف كويس جدا، وبياخد عقوبه زي عقوبه الفاعل الاصلي، يعني يعتبر متستر على الجريمه. فلازم نعي الى هذا، والحمد لله احنا عندنا اجهزه بتعمل، بقول بتعمل في صمت، لكن هذه الاجهزه ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا حمايه لمصر وحمايه لشعب مصر، اجهزه بتحمل ارواحها الذكيه على ايديها الطاهره وتقدمها قربانا لهذا الوطن. واحنا الحمد لله ضربات نتيجه المعلومات تم اضاءه ما يزيد عن 90% من العمليات اللي كانت بتستهدف امن واستقرار مصر. وطبعا كل فتره بنشوف عمليه قد تنجح بعض العمليات، لان احنا بنواجه حرب شرسه، حرب فرضت علينا من الداخل والخارج طبعا تحط الاساليب غدره، وحرب الارهاب لازم نعرف ان احنا عدونا غير محدد وغير ظاهر، هو عدو خفي، وبالتالي بتبقى فيه صعوبه الى حد ما. قد تنجح بعض العمليات، لكن احنا اجهضنا ما يزيد عن 99% من العمليات اللي كانت مستهدفه. فمصر امنه ومستقره ويدها هي اليد العليا، ولن ينجح الارهاب ابدا ابدا في تقويض او زعزعه الامن في مصر او عرقله عجله التنميه فيه ابدا. نعم، دائما وابدا. سياده اللواء علاء بازيد، مدير مركز الدراسات الامنيه والاستراتيجيه، شكرا لوقتك معنا.